في عناوين النشرة: اتفاق في جنيف على لقاء في قاعة واحدة، وفي الخارج يتظاهرون. الله سوريا بشار وبس. الضاحية دشم للصمود وأمن للتصدي. بما يشكل حماية لإلنا بنسبة 70% تقريبا، هي الحماية عند الله. يوم النعم الطويل ينتهي بطمر الوعود وفك الاعتصام. أربعة تفجيرات انتحارية تهز القاهرة، وآخرها يستهدف دار السينما. جوع اليرموك يحكي. قد ايش صار لك ماكل؟ يوم لا يوم هي صحن خبز صغير. والثورة تتكلم شيشاني. يريد ان يفعل نظام جديد مع نسيري، وألن يعملون هذا فرصة لاسم شعب سوري. مساء الخير. كما اختال في ميدان سباق الخيل عند خطوط تماس بيروت قبل 25 عاما، قسم الأخضر الإبراهيم نفسه اليوم أخضرين ونقل الخطى بين سباق الخيل السوري في الميدان السويسري. وقد انتهت مساعيه إلى تقليص المسافة وجمع خصوم البلد الواحد في قاعة واحدة غدا. وقال منسق عملية التفاوض إن العملية لن تكون غاية في السهولة، وإن ما ورد في جنيف واحد هو أساس النقاش. جنيف اللبنانية لا إبراهيمي لها باستثناء خليليها وثالث الخليلين المفاوضين، إضافة إلى الوزير وائل أبو فاعور، لكن هؤلاء من أهل البيت الحكومي وكل له مطلبه. فرئيس التكتل البرتقالي يرى نفسه قد أخل به من حليف الحليف بعدما وعد العونيون بالإبقاء على الطاقة والاتصالات، ولما حان وقت التفاوض أصبح عون مطالبا بالموافقة على المداورة من دون تطمينه إلى دوره وحصته. وعلى هذه الصورة تعرقلت المفاوضات ما دفع الرئيس المكلف تمام سلام إلى رفع بطاقة صفراء في ملعب التأليف. ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سياسي حضر المحادثات بين السلام وقوى الثامن من أدار قوله إن الرئيس المكلف لن ينتظر حزب الله أكثر من يومين أو ثلاثة للانضمام إلى الحكومة، غير أن أوساط الرئيس المكلف نفت هذه المعلومات. وبموجب هذه الأجواء فإن الميدان الحكومي لن يربح إلا بفلتة شوط، ولكن لمصلحة من العرقلة؟ من المستفيد من وزارة جامعة ومن المتضرر؟ وما هي حسابات الربح والخسارة في حكومة حيادية أو أمر واقع تشكل من واقع المشاورات الحالية؟ ففي الحكومة السياسية الجامعة تستقر البلاد، نظفر بمجلس وزراء، وهناك أفق لتوافق حول انتخاب رئيس للجمهورية مع انتخابات نيابية في موعدها. أما في حكومة الأمر الواقع فالوضع سوف يختلف كليا. تذهب التشكيلة إلى مجلس النواب، تسقط بالثقة، تبدأ استشارات نيابية جديدة ملزمة، وقد نصل إلى الفراغ بطيب خاطر، ولا يبقى في البلاد إلا الوجه الشرعي لمجلس النواب ورئيسه، وفي قنواته الشرعية تصب كل المؤسسات المفرغة، فيطلب المجلس التمديد لنفسه حتى لا ينقطع آخر الخيط المؤسساتي. يوم التفاوض المباشر بواسطة الإبراهيمي انتهى إلى التوافق على لقاء ثاني غدا. التفاصيل في رسالة ملك شريف من جنيف. بدبلوماسيته المعهودة يصر المفد الدولي الأخضر الإبراهيمي على النظر إلى النصف الملآن من الكوب، على الرغم من المطبات التي شابت اليوم الأول من المفاوضات حول الملف السوري في جنيف، أنهته خاليا من أي نتيجة كان في الشكل أو المضمون. طوى الأخضر الإبراهيمي اليوم الأول مشيعا أجواء من التفاؤل، وإن كانت نتيجة النهار الطويل خلصت إلى أن السوريين لم يتفقوا على أن يتفقوا. We have agreed that we will meet in the same room.
توافقنا مع وفدي النظام والمعارضة على اللقاء غدا في قاعة واحدة. ما ورد في جنيف واحد كان أساس النقاشات مع الوفدين. كلا الطرفين قبلا بمبادئ جنيف واحد وهما مستمرين في التفاوض. لم نناقش الأمور الأساسية حتى الآن. طارت الجلسة الافتتاحية. كان من المقرر أن يلقي الإبراهيمي كلمة بالوفدين قبل أن ينفصلا إلى غرف جانبية. رفضت المعارضة الجلوس إلى جانب النظام قبل القبول بهيئة انتقالية وتنحي الرئيس، فكان القرار الدولي باستئناف الجلسات كل على حدة، قرار بدا وكأنه مادة للإعلام استخدمت فيها عرضات سياسية ومبارزات أمام الكاميرات لكلا الفريقين. شرط تنحي الرئيس وهم، وهذا وهم أيضا، وهذا وهم وحلم يقظ. نحن موجودون في جنيف لأننا أردنا أن نكون مرنين، لأننا أردنا أن نكون واقعيين، لأننا أردنا أن ندافع عن دولتنا وعن بلادنا وعن شعبنا. أنا متشائم جدا من موقف النظام والوفد السوري. الوفد السوري بالحملة الإعلامية التي يقوم بها الآن والتي يكذب فيها على الوفد المعارضة يؤكد أنه ليس جديا ولا يريد أن تبدأ مفاوضات جدية. المهم أن تدور عجلة نقاش سياسي جدي ليس فيها لا أوهام ولا أحلام ولا فيها ترديد لمقولات الآخرين. تمام، بكل بساطة أقول لكم الرئيس بشار الأسد سيكمل ولايته الدستورية وفقا للدستور السوري الذي يسمح له بأن يترشح مجددا. هذه مسألة منتهية، وفي الانتخابات القادمة يمكن أن يكون هناك مرشحين آخرين وفقا للتعديلات الدستورية الموجودة الآن في سوريا. إذن هم غير ملتزمين بإطار جنيف للتفاوض. طبعا تنحي بشار الأسد ضروري للانتقال في سوريا من حكم الفرد إلى حكم الشعب، فإذا هم أصروا على حكم الفرد فمعنى هم ليسوا قابلين لأي مفاوضات ويريدون إبقاء على الحالة الراهنة كما هي. بعد الخطاب الذي سمعناه من السيد كيري أنا يعني كنت أملي خاب بشكل كامل. نحن أتينا لسماع خطاب تشير إلى النوايا من أجل صنع السلام، لنستمع إلى خطاب ناري من السيد كيري ومن السيد هيغ ومن السيد وزير خارجية فرنسا ومن آخرين، هو خطب إعلان حرب. ثورة سورية. وأمام المقر الدولي كانت تظاهرة جنيف للمعارضة. هنا احتشدت أعلام الثورة السورية بالعلم الكردي تحت راية الدعوة إلى إسقاط النظام. جاي الظاهر ضد القتل اللي عم يصير، ضد شعبي عم يندبح، ضد الناس اللي عم تتهجر. احنا مع الوفد جايين لنأيد الوفد الائتلاف وبدنا نوقف معه. نحن من جايين من بروكسل بنساند هذا الوفد. أقل ما يمكن أنه نقدم صوت نعري هذا العالم اللي تخلى عن هالثورة العظيمة اليتيمة. وفد السلطة كان قد استبق الوصول إلى هناك بالمشاركة بتظاهرة دعم أمام مقر إقامته. الله سوريا بشار وبس. الله حي الجيش. الله حي الجيش. الله حي الجيش. الله حي الجيش. إشارة إلى أن الإبراهيمي سعى خلال لقائه الوفدين سحب ورقة عمل لكل فريق في محاولة لتقريب وجهات النظر حول النقاط التي قد تجمع. القوى الأمنية تسهر على حماية الضاحية والجهات الحزبية كذلك، أما الأهالي فيضعون دشما لحماية إضافية. تحقيق لرشال كرم. السيارات المتوقفة على جانبي الطريق التعريف عنه. السيارات المتوقفة على جانبي الطريق التعريف عنه. بمكبرات الصوت نادت العيون الساهرة على أمن الضاحية سكانها للإبلاغ عن سياراتهم منعا لأي خرق أمني لا تحمد عقباه. فهنا شعب الضاحية، وهنا من يؤمن بالصمود ومن يعرف كيف يقاوم ويحمي نفسه من أشباح الموت المفخخين. ولكن عدا الإجراءات الأمنية الرسمية وعدا الإجراءات الحزبية ابتكر أهل الضاحية طريقة أخرى لتجنب شظايا الموت. كم كيس؟ أو 150. شو 150؟ شوال هون 150؟ ايه تحت وفوق قصدي. في فوق كمان. ايه تعال نشوف فوق. ايه تفضل.
نعمل الهشام حسين توقع من اي عمل انتحاري. شو بتفيد بتفيد يعني مثلا صار الانفجار الشظايا بتعبى بشويه الرمل وصعب تحرقها، عرفتي كيف؟ بما يشكل حمايه لإلنا بنسبه 70% تقريبا، هي الحمايه عند الله بالليل. بس هيدي يعني كوقايه، وهذا بشكل اصرار على البقاء. لو بفجروا شو ما فجروا ما حننزح ما حنقول. لازم يعملوها، انا مجربها وهلا عم جربها ثاني مره من 83 وهلا كمان 83. شو صار؟ صار نفس الشيء، عملنا نفس الاجراءات البراندا سقطت وما صعبنا شيء من ورا هدول من وراهم. شوال بكلف 1500 ليره بس، وجبنا عاملين طلعون على الطابق الثاني، احنا هلا هون بالطابق الثاني. هنا بقيت الدوشة مظاهرة للعين، أما هناك فهي دوشة موندوليوكس لا تراها العين. شو في وراء هذا الخشب؟ لا هاي سميناها دشمة، هي عبارة عن لوح جبسون بورد وبعدين محطوط كياس رمل وبعدين مسكر بالقفة من جبسون بورد وصارت بشكل صندوق. أول شيء بالمحل ما بيبين أنه عامل شيء كديكور، واجهة بيبقى مثل ما هو، بس هي عبارة عن حماية تقريبا 60-70% من اللي شفناهم عمالي بيتصاوبوا وعم بيتشوهوا وعم بيموتوا. هنو بقلب محلاتهم شظايا، شظايا الانفجار بإزاز، بتحمي من الإزاز. هاني في كيس رمل جوا؟ كم كيس يعني تقريبا؟ في شي 150 كيس. وجاتوا لبستوها بهاي؟ جانا لبسني فوق جبسون بورد. عندك ثقة انه هاي بتحميك؟ يعني خايف شوي، لو واحد بالمليون يضل أحسن. خلتك زبون؟ ايه. طيب بتحس بترتاح وتتفوت على محل وتلاقي في الدشم ولا مثل هدول الأنواع يعني؟ ايه أكيد، هو في الواحد بحس براحة إنه بتحمي يعني من هالإشي. في لعبة الموت حسابات وإجراءات لا يدركها ولا يبتكرها إلا من يشتم رائحة الموت كل يوم وكل ساعة وكل لحظة، مع أن هؤلاء عشاق شهادة ويؤمنون بأنه متى دقت ساعة الموت فلا حماية ولا إجراءات تنقذهم. رشا الكرم، قناة الجديد. المعتصمون لإقفال مطمر النعم يعلقون اعتصامهم الميداني ويتابعون حراكهم بوسائل أخرى. على بوادر إيجابية علقت حملة إقفال مطمر النعم اليوم اعتصامها، وعلى تأكيد المضي قدما حتى تحقيق مطلب الإقفال النهائي للمطمر، وعد المعتصمون بالاستمرار في حراكهم السلمي ولكن بوسائل مختلفة. إقفال المطمر بشكل نهائي في 17/1/2015. ثانيا، استمرار الاعتصام حتى تحقيق جميع الأهداف بأشكال متنوعة وسلمية وحضارية. تشكيل لجنة مراقبة من الأخصائيين البيئيين المستقلين وأهالي المنطقة. ثالثاً، إفساحاً في المجال لإنفاذ تلك الوعود، يعتزم المعتصمون العودة إلى مدخل المطمر في مهلة 15 يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة العتيدة. سنكون على حراك بتواصل مع المسؤولين لحسن لاتخاذ القرارات التي تجنب الخطر من ما يسببه هذا المطمر. نهار طويل عاشه هؤلاء اليوم، بدءا بمحاولة فض الاعتصام بالقوة واعتقال الناشط البيئي الدكتور أجود العياش من دون إذن قضائي، ثم مرور شاحنات النفايات على مرأى منهم إلى المطمر وسط حماية أمنية مشددة. ومع ذلك أصر المعتصمون على البقاء حتى تحقيق مرادهم وعودة العياش، وهكذا كان. لم أخرج على أساس أي شروط، التعامل في المغفر كان جدا حضاري، طعموني وشربوني وخلوني وقت كبير، وفهمت القصة أنه عمالي بيعتقلوني ويأخذوا حريتي حتى يبعدوني عنكم. في هذه الأثناء تواصلت الاتصالات على أكثر من جبهة سياسية، خلاصة الحديث مع النائب وليد جنبلاط الذي كان قد وعد بإقفال نهائي للمطمر في مطلع عام 2015 كانت وعداً بلقاء يوم الاثنين للبحث في طرح المعتصمين للبدء فوراً بحل الأزمة. نحن موجوعين، نحن مريضين، اللي عم يسخن مش عم بيصح من هالهوى الملوث اللي عم نشمه، شو بدنا نحكي؟ ما كلهم بيعرفون اللي بدنا نحكيهم. 17/1/2015 موعد كاذب، إلى حين أن يعلن نبيل الجسر عن إنشاء مطمر بديل وبدء حفره. 17/1/2015 موعد كاذب،
طالما رئيس الحكومة المكلف أعلن صراحة أن ملف النفايات يريد أن يدفع به إلى الحكومة المقبلة. وحتى عام 2015 تاريخ انتهاء العقد مع المطمر، يطالب المعتصمون بدخول العوادم أو المواد الصلبة فقط إليه، والبدء بالتجهيز لمطمر بديل، والأهم سحب جزء من الأموال من سكلين التي اعترفت بتقصيرها في معالجة النفايات وإعطائه للبلديات كي تهتم بمعالجة نفاياتها. كل ذلك على أمل أن ينجح هؤلاء في طي صفحة سنوات طويلة من الأمراض والأوبئة التي فتكت بجيران هذا المطمر بسبب ما يتراوح بين 2500 و 3000 طن من النفايات التي تدخل يومياً إلى هذا المكان المأهول وسط تقصير رسمي فاضح. المحكمة الخاصة بلبنان تواصل الاستماع إلى الشهود في جلستين علنية وسرية. جلسة أقل من عادية، هكذا يمكن وصف جلسات الاستماع إلى الشهود في المحكمة الخاصة بلبنان، إذ لم تحمل أي جديد سوى الاستماع إلى شهادات للحظات التي رافقت تبلغ أهالي الشهداء الذين قضوا في اغتيال الحريري في 14 من شباط 2005. استؤنفت الجلسات بالاستماع إلى إفادة الشاهد أبو رجيلي شقيق الشهيد زاهي أبو رجيلي الذي بقي تحت الردم 12 ساعة، وذكر الشاهد أن الجثة لم تكن مشوهة، ومن يراه لا يتخيل أنه كان في موقع التفجير. حضرة القاضي، الشاهد الأول عن الادعاء يظهر عبر نظام مؤتمرات المتلفزة من بيروت، وهو الشاهد PRH 261. قاضي، ما اسمه؟ السيد ميلن. طبعا لديه اسم، هل تود مني أن أسأل عن اسمه؟ القاضي، أيمكنك أنت أن تعطينا اسمه؟ السيد ميلن اسمه نزيه أبو رجيلي. كان يعمل هو في أوتيل سان جورج، بيجي الأوتيل في المبنى، كان مكتبه هناك، يشتغل هناك من كذا سنة. وبعد ذلك رفع رئيس الغرفة الأولى في المحكمة الجلسة للاستراحة قبل الاستماع إلى الشاهد الثاني الذي طلب من المحكمة تحوير صوته وأن تكون هويته سرية واسمه مستعارا خلال الجلسة العلنية، ولا يفصح عن اسمه في الوثائق السرية. وقد أوضح القاضي ديفيد راي أن هوية الشاهد معلومة تماما بالنسبة إلى المحكمة، كما طلب من الإعلام عدم الإفصاح عن هوية الشاهد. نعم سيد القاضي. نعم. بعد الانتهاء من الاستماع إلى الشاهد السري عرض شريط فيديو مدته 100 ثانية يظهر فيه موقع التفجير في 14 من شباط والضحية مازن الذهبي الذي كان يحترق وتمكن من الخروج من سيارته، ثم أدلى الشاهد فؤاد الذهبي بشهادته. لقد صحت له فرصة العمل مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وفضل العودة للبنان والعمل كوظيفة مسعف وممرض مع فريق عمل دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وكان القاضي ديفيد راي قد رأس جلسة سرية غير مفتوحة بحضور الإعلام في ساعات الصباح على أن تستأنف الجلسات نهار الاثنين. الاشتباكات تتواصل بين طرفي النزاع في سوريا، والمجاعة تفتك بسكان مخيم اليرموك المحاصر في دمشق، وداعش تعلن سيطرتها على مدينة الباب في ريف حلب. تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يتعلق بمعاناة أهالي مخيم اليرموك في جنوبي العاصمة السورية دمشق، يظهر حالات الوفاة بسبب المجاعة الناجمة عن الحصار الذي تفرضه بحسب ناشطين منذ أشهر قوات النظام بالتعاون مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة. ويظهر الشريط أشخاصا آخرين حولهم الجوع إلى هياكل عظمية حية. كانت دخان وشوية مطاعم شوية أكل عليك. كانت عمود عند فرن أفوال. ما صلح مو ماكل. يوم لا يوم ناس صحن خبز صغير. يضحك علي. وكان أهالي مخيم اليرموك قد أطلقوا عريضة وقعتها أكثر من 800 عائلة للمطالبة باللجوء إلى أوروبا بسبب الأوضاع الإنسانية المتدهورة، وذلك بعد وفاة أكثر من 50 شخصا جوعا.
وأعلن ناشطون إسلاميون مقتل السعودي عبد الله سليمان صالح الضباح الذي يعرف باسم أبو علي القاسمي في بلدة الباب في محافظة حلب بصاروخ أطلقته طائرة ميج، ويشتبه في انتمائه إلى تنظيم القاعدة، وتطلب السلطات السعودية القبض عليه، وسبق وقاتل في أفغانستان وباكستان قبل توجهه إلى سوريا. وأدرجت الداخلية السعودية اسم الضباح في قائمة تضم 47 مطلوبا. ميدانيا، وفي الريف الدمشقي شن الطيران غارة جوية على حي جوبر، وسقطت قذائف هاون عدة على حيي أبو رمانة والقابون، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق مصادر المعارضة. وتعرض السوق الرئيس لمدينة يبرود بالقلمون للقصف، وكذلك بلدة عين ترمة بالريف الشرقي، حيث قتل 3 مسلحين و5 من القوات التابعة للنظام في اشتباكات مع مقاتلي المعارضة في منطقة المرج والعبودية وفي محيط إدارة الدفاع الجوي ببلدة المليحة التي استهدفتها أيضا غارة جوية. وفي حلب سقط عدد من الضحايا في قصف للطيران الحربي على مناطق الصالحين والنيرب والمرج وجسر الحج بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وسقط كذلك عشرات القتلى والجرحى في غارات جوية نفذها الطيران السوري على بلدة الزهرة بريف حمص. في المقابل تدور اشتباكات بين ما يسمى جبهة ثوار سوريا وجبهة النصرة في بلدة كن صفرة بجبل الزاوية إثر خلافات بينهما حول تقاسم من الأسلحة والذخيرة التي سيطروا عليها خلال اقتتالهم مع تنظيم داعش، ما أسفر عن مقتل 4 مسلحين وإصابة 10 آخرين. عرف أن الجرحى قائد ما يسمى لواء أحرار الجبليين ياسر قزموز والقياديان عبد الباسط وعبد الرزاق قزموز. وسيطر عناصر الدولة الإسلامية في العراق والشام أيضا على مدينة الباب في ريف حلب بعد معارك مع معارضين لهم وأعدموا 60 مقاتلا منهم بحسب المرصد السوري المعارض. يريدون يفعل نظام جديد مع نسيري، وألن يعملون هذا فرصة لإسم شعب سوري. والله نحن ليس جاء يقاتلكم إخوة وأخوات، نحن ليس مستعدين يشرب دماء هذا الشباب. والله أريد يقف هذا الدماء. هذا وخرجت تظاهرات لا سيما في صقبة بريف دمشق وفي إدلب ودرعا تحت مسمى جمعة 11,000 جريمة حرب. يا عصفور البرية وصل لعمر هدية والفاضل يرحم روحه وانت يا نور عيني. حماس تجد نفسها محاصرة من مصر وإسرائيل فتسحب قاذف السعير. تحقيق من قطاع غزة لمراسلنا محمد المدهون. 4 شهداء اغتالهم الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام الجديد في غزة، آخرهم كان شهيدين استهدفتهم طائرة استطلاع إسرائيلية وحولت جسديهما إلى أشلاء. تهديدات علنية تلوح بها دوائر سياسية وعسكرية إسرائيلية ضد القطاع، أشدها كان على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو حين قال قبل أيام: إذا نسيت حماس العبرة فإنها ستتعلمها قريبا وبقوة أكبر. الاحتلال الصهيوني يحاول فرض سياسة جديدة بالاستفراد بقطاع غزة وخنقها وأن يقوم بالقصف دون رد من المقاومة الفلسطينية. نقول أن المقاومة مقاومة حكيمة لديها اتفاق تهدئة، تدرس الأوضاع وتقيمها وستتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب. حدة التوتر ارتفعت في قطاع غزة منتصف الشهر الجاري بعد أكثر من عام من الهدوء النسبي في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع بوساطة مصرية في نوفمبر من عام 2012. اتصالات ثلاثية جرت قبل يومين بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي من جهة وجهاز المخابرات العامة المصرية من جهة أخرى لتثبيت التهدئة مع إسرائيل وفق تفاهمات القاهرة، لكن التوتر صار أيضا سمة العلاقة بين مصر وغزة نفسها. قد يكون هناك محاولة لاتهام حماس بأنه هي منظمة إرهابية لأنه هي امتداد للإخوان المسلمين، وبالتالي القوات المسلحة المصرية قد تزيد الخناق على قطاع غزة بدل ما يكون فتح معبر رفح يومين كل أسبوعين، قد لا يكون هناك فتح للمعابر أساسا، قد يكون هناك مزيد من خنق القطاع، وبالتالي هذا كله يتوافق تماما مع السياسة الإسرائيلية على قطاع غزة. فصائل المقاومة في غزة فقدت شريان اتصالها مع العالم الخارجي منذ منتصف العام الماضي بسبب إغلاق الأنفاق التي كانت
ممرا للصواريخ والذخائر. اعتماد المقاومة اليوم بات مطلقا على خبرتها المحلية وتصنيعها الداخلي، وهي تجد نفسها في حرب حقيقية غير منظورة، تعد أخطر في نظر البعض من حرب الأهداف المباشرة. أثبتت التجارب بأن فصائل المقاومة تعد الإعداد الجيد، وأثبتت حرب السجيل وأثبتت حرب الفرقان ما تعده فصائل المقاومة من مفاجآت لتفاجئ به هذا العدو الصهيوني. كنا قد أعلننا قبل فترة وجيزة عن صاروخ تم إنتاجه ضمن منظومة كتائب المجاهدين من الإنتاج الحربي، ألا وهو قاذف السعير. هذا القاذف الذي سنذيقه هذا العدو الصهيوني بإذن الله عز وجل منه الويلات. لم تهمل إسرائيل غزة من حساباتها وتفتح عينيها عليها جيدا، يؤكد ذلك تدريبات عسكرية غير مسبوقة خلال الأشهر الماضية في مدينة عسقلان تحاكي احتلال غزة. ربما لم تنضج بعد الحاجة السياسية لشن عملية عسكرية ضد قطاع غزة، لكن ذلك لن يتأخر كثيرا حين تحتاج الحكومة الإسرائيلية لمسار هرب جديد من استحقاقات المفاوضات الجارية حاليا مع السلطة، خصوصا مع فقدانها فزاعة الملف الإيراني. المقاومة بدورها تؤكد أن على نتنياهو حساب مغامرته القادمة جيدا معها، إذ لن يكون دفع الثمن من طرف واحد. محمد المدون، قناة الجديد، غزة، فلسطين. 4 تفجيرات تهز القاهرة وتحصد قتلى وجرحى. عشية الاحتفالات بالذكرى 3 لثورة 25 من يناير، استفاقت القاهرة على 3 تفجيرات متتالية. الأول وهو الأكبر وقع أمام مقر مديرية أمن القاهرة في وسط العاصمة في ساعة مبكرة، ما أدى إلى سقوط قتلى وعشرات الجرحى. التفجير الذي أفادت مصادر أمنية أنه انتحاري تسبب بأضرار كبيرة في مبنى المتحف الإسلامي وعدد كبير من المحال التجارية، وأحدث حفرة بلغ عمقها 4 أمتار، ما رجح نظرية السيارة المفخخة. يعني هو تقريبا سبب سيارة مسناء كانت جاية فيها شخصين توقفت بعد، يعني توقفت جنب، تعرف ان احنا عاملين طبعا حرم آمن بالنيوجيرسي، بمجرد ما وقفت ثانية واحدة انتحاري فجر نفسه. ولاحقا نقل حساب على موقع تويتر منسوب إلى جماعة أنصار المقدس مسؤولية الجماعة عن تنفيذ الهجوم الذي استهدف مديرية أمن القاهرة، وقال الحساب: جرى استهداف مديرية أمن القاهرة باعتبارها أحد أوكار العمالة والإجرام. مصابو التفجير تحدثوا من أسرتهم في المستشفيات عن اللحظات الأولى. العربية سوزوكي حمراء دخلت على بعد كمين ما مشي، كانت الساعة حوالي 6:10 كده هوت. وما هي ساعات حتى أعقب التفجير الأول تفجير آخر، لكنه كان أقل ضخامة، إذ استخدمت فيه عبوة ناسفة وصفت بأنها بدائية قرب محطة مترو البحوث في حي الدقي في الجيزة، وقد أدى ذلك إلى مقتل شرطي وإصابة أكثر من 10 أشخاص. أما التفجير الثالث فهو عبارة عن قنبلة بدائية الصنع انفجرت في شارع الهرم في محافظة الجيزة، كانت مزروعة في وسط الشارع على بعد 200 متر من قسم الشرطة الطالبية، من دون أن يسفر ذلك عن أضرار بشرية. يوم القاهرة المثقل بالدماء لم ينتهي، فهز شارع الهرم تفجير من جديد أودى بحياة شخص وأصاب آخرين، وقع في محيط سينما رادوبيس. وذكرت المعلومات أن الانفجار كان يستهدف مدير مباحث الجيزة. وفي ردود الفعل الأولية دان رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي التفجيرات داعيا مجلس الوزراء المصري إلى اجتماع طارئ. المصريون في لبنان يؤكدون أن التفجيرات اللبنانية تذكرهم بالمآسي المصرية وبغياب الأمن في بلادهم. تحقيق من بيروت لمنى عشماوي. تنفجر القنابل في الشوارع والضواحي البيروتية، يتذكر المصريون في لبنان الأحداث المتوترة في مصر، بل وأكثر يتذكرون كيف كان الأمن والأمان في مصر وكيف تحول الحال من حال إلى حال، فباتت لغة الخوف والرعب من القنابل المزروعة في كل مكان هي لغة الشوارع المصرية، لترد عليها لغة التفجيرات في لبنان. فوقت وقوع الكارثة تبدأ الاتصالات بين المصريين في لبنان وذويهم في مصر والعكس، سلامات سلامات والحمد لله على السلامة.
حسب أمان. يعني عارفة اللي أصل الأمان ده من ربنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيديكي الطمأنينة. فأنا عشت ظروف حرب أكتر من الانفجارات ده. هي عندنا إحنا يعني كان من بيت لبيت، دخلت إسرائيل علينا، كنا بقلب البيت ودخلت يمكن 27 صاروخ وإحنا قاعدين بقلب البيت، دخلت سوريا بالحرب، دخلت يعني الحرب الأهلية عشتها كلها هنا بلبنان. الأمان هنا أكتر ولا في مصر أكتر؟ طالما إيمانك بربنا بتتكلي على الله وبتمشي، النهاردة بنخرج من البيت مش عارفين هنرجع ولا لأ، فالواحد بيصلي وبيأمن ربنا وبيتكل على الله. شعورك الشخصي الأمان هنا أكتر ولا هناك أكتر؟ أنا حاسة هنا بطمأنينة. بعد الثورة المصرية في يناير ازداد عدد المصريين الذين اتخذوا من لبنان قبلة للعمل وكسب العيش. أسبابهم واضحة، الوضع في مصر بات صعباً للغاية، لا سيما الاقتصادي، مصانع كبيرة أغلقت ورجال أعمال هربوا خوفاً. أما لبنان فما زال يحمل لهم في أحضانه مكاناً يتكسبون فيه رغم أحداثه الساخنة وتفجيراته المتلاحقة، لأنهم ببساطة يؤمنون بالمقولة التي تقول العمر واحد والرب واحد. أنت بقالك قد إيه في لبنان؟ بقالي 4 سنين. حاسس بلبنان كل يوم كل يومين في تفجيرات هنا في لبنان، بتحس بالأمن والأمان هنا؟ لا أنا مش قد بلدنا. لبنان طبعاً يعني برضو يعني في قلق برضو بلبنان، مش هقول لك لا انه مش خايف، طبعا هو الامر بيد الله، بس في قلق بلبنان كمان. بتحس بالامن والامان هنا اكتر ولا في مصر اكتر؟ والله لا في مصر اكتر حقيقي، يعني في مصر اكتر. هنا حاسس الجو الامني مقلق؟ مش قوي مش قوي. لما التفجيرات حصلت من يومين انت كان ايه، كنت حاسس بايه؟ لا ما احنا عندنا صار عندنا عادي يعني تعودنا خلاص. انت اخر مره نزلت مصر امتى؟ جاي بقى يعني من 4 أيام. يعني انت كنت في مصر لسه طازه؟ بلى. ايه رايك في مصر؟ القنابل مفيش مظاهرات في مصر خلاص، خلص عادش لا اخوان ولا غير اخوان. الدنيا خلصت خلاص. انت حاسس هنا خفت؟ لا 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 عمر بيد الله. اخر مره زرت فيها مصر امتى يا صلاح؟ من سنتين. ايه رايك في الوضع الامني في مصر دلوقتي؟ والله الوضع مش تمام، ويا ريت يعني ننزل من هنا ان الوضع تمام. طب والوضع الأمني هنا مش مضايقك؟ لا بصراحة لا. والتفجيرات؟ يعني هنا موت وهناك موت. يقول المثل المصري كتر البكا يعلم النواح، والبكا من تفجيرات الغدر الإرهابية علمت المصريين واللبنانيين القوة والصمود. أما النواح فندعو الله أن يكون فقط في شوارع أعدائنا. تحولت شوارعنا العربية إلى مسرح مفتوح للتفجيرات، تفجيرات في الشوارع اللبنانية وتفجيرات في الشوارع المصرية، مربع أمني هنا ومربع أمني هناك، توتر هنا وتوتر هناك، والحصيلة مزيد من الضحايا الذين يدفعون أرواحهم ثمنا لعبث السياسة وعبث الساسة. منى عشماوي الجديد، ولكن هذه المرة من بيروت ست الدنيا. وزير الخارجية عدنان منصور يؤكد أن نعت حزب الله بالإرهاب غير مقبول. رعد يرى أن بقاء مكون أساس خارج الحكومة يعني أنها غير ميثاقية. وأخبار إضافية في بانوراما محلية للزميلة عنان زلزلي. عاد إلى بيروت وزير الخارجية والمغتربين عدنان منصور والوفد المرافق قادما من جنيف، بعدما ألقى كلمة لبنان خلال مؤتمر جنيف 2، وردا على سؤال حول تأكيده في كلمته على سياسة النائب النفس وأن دخول حزب الله إلى القتال في سوريا هو لتجنيب لبنان مخاطر الإرهابيين. أجاب منصور: اليوم عندما تطرق البعض في المؤتمر إلى وصف حزب الله بالإرهاب، بالعمل الإرهابي ووصف بحزب إرهابي، فهذا أمر غير مقبول مطلقا، لأن المقاومة التي شرفت بلدها وشرفت أمتها وشرفت شعبها، والتي استطاعت أن تناضل ضد العدو الإسرائيلي، وهي التي تحفظ أرض لبنان، لا يمكن نعتها بهكذا الصفة، خاصة إذا هذا النعت أتى من خارج لبنان. أكد النائب محمد رعد أن التكفيريين أعداء للسنة قبل أن يكونوا أعداء للشيعة، وتطرق رعد إلى مسألة تأليف حكومة سياسية جامعة. بقاء مكون أساسي خارج الحكومة في هذه المرحلة، خصوصا إذا كان يحقق تمثيلا وازنا للمسيحيين، معنى ذلك أن الحكومة
قد يكون مشكوكا في ميثاقيتها. تابع رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان مع المسؤولين المعنيين الأوضاع في طرابلس والاتصالات الجارية في شأن قضية مطمر النعمة والحلول المقترحة لهذا الموضوع. الأوضاع السياسية والاقتصادية عرضها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب مع النائب ميشيل فرعون الذي أعرب عن ثقته برئيس الجمهورية ميشيل سليمان والرئيس المكلف تمام سلام بتأليف الحكومة السياسية المرتقبة، مذكرا بأن مسار الحكومة متلازم مع جملة استحقاقات بدءا بانتخابات الرئاسة وصولا إلى معركة العدالة والمحكمة الدولية. أطلق قاضي التحقيق في قضية مقتل رولا يعقوب آلاء الخطيب المتهم كرم البازي ومنع المحاكمة عنه بعدما شرح الأطباء الجثة وصوروها بسكانر وتبين لهم خلوها من أثار الضرب أو الكسور. وأشار تقرير القضاء إلى أن ابنتي الفقيدة جلاديس البالغة 12 سنة وجابري البالغة 11 سنة اللتين كانتا في المنزل عندما توفيت والدتهما أكدتا في إفادتيهما أن الوالدة لم تتعرض يوم ذاك للضرب، بل كانت تهم بدخول غرفة الجلوس عندما سقطت أرضا وقد تدخل الوالد لإنقاذها وطلب من ابنتيه أن تطلبا النجدة من الخارج. أعلنت الشرطة الأمريكية أن نتائج التحقيقات الأولية في قضية مقتل اللبناني ريهاد عز الدين وابنتيه ليلى وزينب في تكساس أكدت أن عز الدين هو من قتل ابنتيه في غرفة نومهما ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه. وأوضحت الشرطة أن الطفلتين ستدفنان في البيرو مسقط رأس والدتهما الجندية في الجيش الأمريكي، فيما سينقل عز الدين إلى بلدته كفرة حيث يدفن فيها. وقد تحفظت عائلة عز الدين عن هذه النتائج. احتجاجاً على استمرار حصار مخيم اليرموك في سوريا اعتصمت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في مخيم عين الحلوة وأطلقت صرخة من أجل إنقاذ أهالي المخيم وإمداده بالمساعدات الغذائية والطبية. أقدم الشاب أيمن محمود صلاح الدين البالغ 21 عاماً من بلدة فنيدق على اختطاف القاصر فاطمة قرحاني من منزل والديها في السويس العكارية بهدف الزواج. والدها أكد أنه لا يمنع الشاب عن الفتاة لكن ليس قبل أن تبلغ السن القانونية. إجوا من عشية بالليل خطفوها وطلعوا واخذوها على فنيدق لفوق. أيمن محمود صلاح الدين الصبي اللي إجا خطف البنت وبدون علمه. لفي لعنا مرة وتنتين وإجا الأب وكذا ومدري شو وطلعنا لفوق، قلت له أنا هلا بكير، قال لي خلي على 15-16 سنة وهو عاسس بده يعمر لأبنه ويلبسه بالجيش وهو ما شبه ذلك إلى آخره، بس وأنا ما رديت عنه، حمل حول وضل وريح. هو ابن خالته بيكون. نظمت الهيئة اللبنانية للحقوق المدنية بالشراكة مع الجمعية الفرنسية العالمية ندوة وطنية في بيت المحامي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان دعما لمسيرة الحملة الوطنية التي تواصل نضالها منذ 16 عاما. تحدث في الافتتاح نقيب المحامين في بيروت جورج جريج الذي أكد رفضه عقوبة الإعدام وعقوبة النفي، الأولى لأنها تحالف العدم والثانية لأنها تخالف القيم. احتفل مستشفى الزهراء الجامعي باستخدام الجهاز الطبي ريفلوكس ديوليزر بحضور صاحب الشركة الألمانية المصنعة للجهاز المستحدث وأعضاء الجسم الطبي في المستشفى، وألقيت كلمات أكدت على أهمية الجهاز الذي يبعث الأمل في نفوس المرضى الراغبين بمعالجة أمراضهم بغير الوسائل التقليدية المتاحة حاليا. وكان شرح حول خصائص واستعمالات الجهاز لصاحب الشركة هايريش أوتو تايخمن. قنوات مصر الفضائية تتحد في ثورة إعلامية ضد إحصاءات شركة إبسوستات. اجتمعت في مصر كل القنوات المصرية الفضائية ومعها التلفزيون المصري الرسمي وبمؤازرة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، كلهم في وجه شركة إبسوستات للإحصاءات. اتحدت القنوات في ثورة إعلامية ضد إحصاءات الشركة التي يتهمونها بالتزوير وعدم الصدقية في رفعها أسهم قناة تلفزيونية غير مصرية واعتبارها القناة الأولى في مصر خلافا للحقيقة وانسجاما مع مصالح شخصية، كما أكدت هذه القنوات في اجتماع للجمعية التأسيسية لغرفة الإعلام المرئي والمسموع، اجتماع خرج ببيان موحد بثته كل القنوات في الوقت نفسه ويقول: قررت الجمعية التأسيسية بالإجماع عدم تجديد تعاقدات القنوات المؤسسة مع مؤسسة إبسوس الأجنبية لبحوث نسب المشاهدة وفسخ التعاقدات التي كان بعض الأعضاء قد قام بتجديدها معه. وبعد أن رصدت القنوات وجود تجاوزات خطيرة
في الاستقصاءات عن تلك الفترة من الشركة لصالح إحدى القنوات العاملة في مصر. وقد حررت القنوات الإعلامية محاضر ضد الشركة بقسم دار السلام بالقاهرة، حيث أحيلت إلى النيابة المختصة للتحقيق. وكما في مصر كذلك في لبنان اتبعت إبسوستات الخطوة نفسها، فرفعت أسهم قناة في مقابل القنوات الأخرى، وخلافا للحقيقة فقامت قناة الجديد برفع دعوى قضائية على إبسوستات ما زالت في المحاكم. نحن رفعنا دعوى قضائية ضدهم في السنوات، لكن للأسف الشديد ما تزال الدعوة في الطريقة، وهم عندهم أساليب من العرقلة. طبعا ناقش عن تزوير الأرقام من هذه الشركة والضرر على التلفزيونات، ضرر على المعلنين، ضرر على الإنتاج المحلي البرامج اللي تزويرها ما بيعرف، ما بتعرف المحطة إذا كان هي نجحت في الإنتاج المحلي وعرضه على الجمهور. شركة سويسرية موجودة، لما هالشركة وجدت وقامت بأعمالها بتقطاعية كاملة بدأت عملها بلبنان، فضح أمر هذه الشركة وتواطؤها مع بعض التلفزيونات، وبين فساد أرقامها كاملة. نهنيكم على الموقف اللي اتخذتوه. نحن على خطأ أن تلفزيونات لبنان اتخذ الموقف الكامل. وستعقد الجمعية اجتماعا آخر الأحد المقبل للإعلان عن الخطوات القانونية التي ستتخذها ضد الشركة، علما أن القنوات كانت قد تقدمت ببلاغات إلى الشرطة تشكو فيها ما وصفته بتزوير إبسوستات للحقائق. الآن نبقى مع النشرة الفنية التي أعدتها لليلة زميلة دارين شاهين. مساء الخير، حابين تعرفوا أخبار جديدة عن الفنان سعد رمضان؟ ما لكم إلا تتابعوا هالتحقيق اللي قام فيه زميلي شادي خليفة. موجي على رملي بتروح وترجع لي، من قلة عقلي فكرت رح تبقى، مش انت تفلي تعيشي وتتسلي وانا ابقى محلي حبر بلا ورها. غنية رومانسية صدقني حتكون من أجمل مغنيات أنا، لأنه هاي الغنية من أكتر الأغاني اللي ححس فيها ككلام، كل كلمة عم بغنيها كنت عم بحسها، وحتى الموسيقى والتوزيع كله على بعضه حابه كتير، فلما تحس أنت غنية حتوصل للناس. هيدي الاغنيه هي رومانسيه، ويمكن العالم شوي اشتقت لي بهيدا ستيل الرومانسي اللي هو البيور اللي هو بيت، يعني غربي كليا يعني. ف ان شاء الله هيك حتحبها الناس. هي كلمات الشاعر علي المولى، واول تعامل انا وياه كل كلمه بهالغنيه مرقت فيها انا، وانا مأكد انه في كتير ناس مرقت فيها. يعني على طول بتلاقي في علاقات بيكون فيها كذب، بيكون فيها بتحس حالك، يعني شريكك بحسك انه انت بحس حاله هو مظلوم عنه، هو بيكون الظالم. فهي الغنية صدقني 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 كل كلمة بكلمتها بعنيها. ممكن تلاقي حب يكون في صدق، حب يكون في احترام لاثنين، في ثقة. هيدا الحب اللي انا بنبش عليه. يعني مرقت انا بكذا كذا علاقة بحياتي، مرقت بالعلاقة اللي هي في ثقة وفي حب وفي كتير احترام وشي كتير حلو كان. وكمان مرقت بحب ما في كذب وقلة احترام من طرفين يعني. وهيدي المشكلة الكبيرة. كرمال هيك أنا بقول إنه لما الإنسان بده يتزوج مش كل شيء الحب. الحب لازم يكون موجود، بس كمان مش كل شيء الحب. في حب لازم يكون، أنا برأيي 50% حب، بس 50% لازم يكون في تفاهم، لازم يكون في ثقة، لازم يكون في صراحة. انت اللي خسرتي وقسيتي وهجرتي، وقلبي اللي كسرتي ما تخافي جبرتو، يا قلبي ما متنا شو يعني تركتنا، والحبل اللي ربطنا من هلا
إذا بدك تنطر الوضع ليتحسن كان صارنا هلأ 5 سنين مش عاملين شيء من وقت ثورة تونس لهلأ لكل صار معه في إذا 5 سنين أقل كمان. الحياة بدها تستمر، شغلك بده يستمر، وتعرف نحن بوضع كتير صعب فنياً. يعني إذا بدك تنطر كل يوم عم بيطلع فنان، كل يوم بيطلع لك اسم على الراديو جديد، أقل تأخير منك غيرك حيسبقك، عرفت كيف؟ فهيدي شغلة كمان بتخليني أنا عطول دل موجود وعطول عم بعمل وما فكر بأي شيء تاني. بالنسبة لنا بلبنان طول حياتنا عايشين حرب، وإذا كلياتنا بدنا نوقف وقت الحرب كنا بعدنا هلأ ما حدا عامل شيء، يعني كان ما بقى في فن أصلا. فلا بحاول دل استمر لا هيك، الله يفرجك للدول العربية ولكل الشعوب. ما زالوا أحساسك صنم والرقة بقلبك عدم، ما تعيش دور اللي انظلم والظالم انتي. شو قالت الفنانة نجوى كرم للفنان عاصي حلاني؟ منتابع سوا. صرحت النجمة الأمريكية آن هاثواي أنها بخير وبصحة ممتازة، وأنها تقدر محبة جمهورها وقلقهم عليها وانزعاجهم بعد خبر غرقها وانتشار صور لها وهي تغرق في هاواي. آن أكدت أن هذه الصور مفبركة وأنها بالفعل كانت في هاواي وتسبح، لكنها لم تتعرض لأي طيار بحري، مؤكدة أنها كانت تسبح بشكل طبيعي وتم تصويرها وفبركة صور لها. في العرض الأول والخاص من فيلم لا مؤاخذة حضر عدد كبير من الممثلين والفنانين لحضور العمل، وكان من بين الحضور هادي الباجوري وياسمين رئيس. وظهرت ياسمين فاقدة الكثير من وزنها بعد أن أنجبت طفلها الأول، حيث كانت إطلالتها الأخيرة في مهرجان دبي السينمائي الذي أقيم في نهاية كانون الأول، حيث فازت بجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها فتاة المصنع. وجهت الفنانة نجوى كرم رسالة للفنان عاصي الحلاني بعد أن أجرى عملية يوم أمس، وقالت نجوى مخاطبة عاصي: سلامة قلبك يا أبو الوليد. وكان الحلاني قد خضع لعملية وما زال يتلقى العلاج في مستشفى رزق. أطلقت النجمة جينيفر لوبيز أغنيتها الجديدة Girls التي ستكون في ألبومها المقبل، ويشاركها في هذه الأغنية دي جي ماسترد. وبعض من ترجمة كلمات الأغنية: وفي نهاية الليلة الفتيات يردن أن يستمتعنا لأننا لا نهتم. هيدا كان كل شيء. باي. في الختام تذكير بأهم العناوين. كان في النشرة اتفاق في جنيف على لقاء في قاعة واحدة، وفي الخارج يتظاهرون. الله سوريا بشار وبس. الضاحية دشم للصمود وأمن للتصدي. بما يشكل حماية لإلنا بنسبة 70% تقريبا، هي الحماية عند الله. يوم النعم الطويل ينتهي بطمر الوعود وفك الاعتصام. 4 تفجيرات انتحارية تهز القاهرة، وآخرها يستهدف دار السينما. جوع اليرموك يحكي. ليه صار لك مماكل؟ يوم هي صحن قفاز صغير. والثورة تتكلم شيشاني. يريد أن يفعل نظام جديد مع نسيري، وألن يعملون هذا فرصة لإسم شعب سوري. دمتم بألف خير، إلى اللقاء.